هذا وأعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية فوز مشروع منظومة معالجة مياه الصرف ببحر البقر بجائزة عبد اللطيف الحمد التي يقدمها الصندوق لأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي، يصبح بذلك ثاني مشروع مصري يفوز بتلك الجائزة بعد فوز محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء بتلك الجائزة في نسخة العام الماضي. من جانبه قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية وليد البحر إن مشروع منظومة بحر البقر يعد من المشروعات التنموية الرائدة في مصر، حيث تم تصميمه بتكنولوجيات متطورة للمساهمة في معالجة حجم مذهل من مياه الصرف لتجنيب البيئة الأضرار وتوفير المياه الصالحة للزراعة.